عيني يا خويا. اش لقيت؟ انا بنتي عرفاتك؟ ما شفتش وجهي وما قدرتش نواجهها. انا حامله والبيبي اللي في كرشي حفيدكم. اش كتخربقي؟ اش كتروني؟ كيفاش حامله؟ قسمت اللهم تحيدي داكشي اللي في كرشك تندفنك مزيان. هضره ولدي ما عند الحق حتى شي واحد كيف ما بغى يكون يهضر عليه ولا يقرب ليه. مدام صايري؟ مدام صايري مازال ما تيقش راسها. لا خاصك تيقي كي دابا راك ماشي مراتي ديال بصح باش دير بلا عين. شكرا. اسمح لنا جينا شدنا الحلال. خطيبتك راه حامله. غادي نوريها علاش انه كيسوى ديال بصح. غرقت اختي غرقت. اش غندير انا دابا؟ اش غندير؟ كلشي كيتسال. قال غنبيع الدار. اويلي يا عيشه وتيبان لي حتى هاد المحل غنطلقو. عرفتي راه البنك قاجاني. ويلي لا هادي اللي بغى شي يخدم بغيتك تلقيني بقيتها. توكل على الله ونكمل ديما. ما بغيتك تمشي تخطبي ليا. واش هادي الفرحه اللي كنت كنتسنى عمري كله؟ نجوى انا كنبغي لحدا اخرى وكنفكروا نتزوجوا. شكون هادي؟ ما كايناش من غير ندى اللي قدرت تخطف قلب الدكتور ولدي. كنكر هاد البلاء الا مشيت تدخلت شي حد لراسي ما كنخليش دقتي فيه. هاد الحرب انت اللي بديتيها. بنتي عايشه هي البكره. انا مازال عاقل. جات في واحد الصباح ديال العيد الكبير. ثلاثة السويع وهنا كنقلب على القابلة وتقول كل شيء مشغول بالذبيحة. واش درت؟ خالتها مسكينة الله يرحمها هي اللي قابلتها وهي اللي سماتها. تبارك الله عطاها سيد ربي شي زين. كان اللي شافها كيضربها بالعين. حتى علقنا لي واحد الخميسة والوداع عاد باش ولات شي شوية الحمد لله. وليا حنان هي اللي جات موراها. ايه انا نصغر من عيشه هذيك الشويطينه ما منها الجوج كانت كتقتلني غير بالضحك. وكان الدوار كله كيحمق عليها واخا راه صغيره. وملي كنت كنرجع من غم ومصاصع هي الوحيده اللي ما كانتش كتخاف مني وكتوقف قدامي وتخرج فيها عينيها بحالك. الصغيره شنو سميتها؟ ما عرفتش. نهار دخلت للحبس تزادت هي. كان قال لي المحامي مهمتها هي كتولدها. دابا غادي تكون تبارك الله كبرات ولات عزبه. اكبر غلطه درت اخويا في حياتي هو خويت الدوار وجيت للمدينه. البليه كانت عامله عينيه وما سمعتش كلام فاطمه الله يرحمها. مسكينه كانت صابره معايا في كل شيء. داكشي اللي قسم الله كتعيش معايا بي بغاتني غير نكون راجل. عرفتي اخويا لما سامحونيش محال شو السيد ربي يخليني نشوف وجهه الكريم. شوف شاب سلام ربي كبير ما يكون على خير. لا خويا صافي قررت غادي نمشي عند بنتي حنان ونقول لها باك خرج من الحبس. ان شاء الله ما يكون على خير. السمعة ديالهم مزيانة وناس الله عمرها دار. نسيتي شنو بقيت كنقول له؟
راه داكشي علاش ديما تنوصيك كنقول لك تبقاي تفريني شويه وبركه من تعمر السوارج. ولكن ما تخافيش مع الامور كلشي كيتمسح، وعاد زد عليها العشره والدوام والباس كيبقى غير تعاوي وما تبقاوش تفكروا. مش عارفه صاحبتي عائلتهم كي دايره، انا خفتهم غير يقولوا له خصنا نتناسبوا مع شي عائله كبيره بحالنا. عائله كبيره شتي، انا بعدا هاد البلان ديال عائله كبيره عائله صغيره ما كتخرجش ليا للراس. انا بالنسبه ليا العائله الكبيره هي اللي فيها البز بزاف. هادشي عندك غير انت، هذوك الناس ما كيفكروش بحال هكا. واش حتى ديك القضيه ديال اللي عنده يدي اللي عندها ما خداماش، خاص هذاك اللي عنده يتزوج بهذيك الدرويشه مسكينه اللي ما عندهاش، وهذيك اللي عندها تدي هذاك الدرويش اللي ما عندوش، باش شي شويه بعدا يوقع واحد اللي كيليبر اختي في هاد البلاد السعيده. وفيلسوف مع راسك. واش صحابك اختي حنايا ساهلين اختي، تلقينا عافاك شويه ديال المزيكا بدلوا الجو، ما بارك علم من هاد البؤس، هاد المناسبه راك تبغي الفرحه والنشاط. تلقي تلقي خليني مع حريرتي عافاك. سي شكري كيتبان لي جالس راك ما مرتاح. لا كونترير، خذ راحتك هذه راه دارك. الله يبارك فيك. ميرسي. شكون اللي شرب قهوه؟ جات وقتها. بالصحه والراحه. فوالا سي ادريس. ميرسي لاله منى. بالصحه والراحه. ميرسي سي شكري. ياك ما كديرش السكر في القهوه؟ انا بحال سي ادريس بلا سكر. قبل ما تجلسي لاله منى عافاك جيبي لسي شكري الكادو ديالو. هي اللونه. شرب قهوه. ميرسي. الوغ سي شكري فوالا. ديال اش هادي؟ هادو لي زابارتمون اللي عندنا في سنتر فيل. نزيدك السي شكري، هادو راه حدا السياج ديالكم. داكور. هاد شوف تماك لابارتمون اللي عجبتك كادو من عندنا. ياك لاله منى؟ بيان سور. هادشي بزاف عليا. ميرسي بوكو. ما تقولش بحال هكا، انت راه ما قصرتيش من جهتك في حقنا. هاد غران بليزير مدام. مرحبا. لاله منى. واخا هكاك راه مقصر من جهته. واحد ما كرهناش يزيد شويه من جهته. هاد المره غادي نبغيو كادي 100%. شوف انا ما عندي ما نخر عليك، بالعكس باغي نتعاون معاك. جيب لي هي الورقات اللي قلت لك وانا معاك. الورقات غدا في 8 الصباح غادي يكونوا عندك في البيرو. ايوا صافي. الكريدي اعتبره داز. الحمد لله. ميرسي بوكو. حتى هاد لي بلون هادو سي شكري ديهم معاك للدار ديالك باش تختار انت والمدام ديالك. الله يبارك فيك. ميرسي. بالصحة والراحة. شتي تبارك الله زين. لا هادي عجباك. شرب القهوة ديالك ما تحشمش. هاودا ما نبغيكش تهزي الهم ولا تفكر في شي حاجة. راني هضرت مع الكاوري والطلب ديالك دفعو، الكونترا قريبة توجد إن شاء الله. إن شاء الله لهلا يخطيك أسي سعيد. وتانا راه دفعت الباسبور. دغيا راك عارف خصني نمشي خلاص باش نعاون ماما مسكين. ما عندكش مشيتي تاتي برا وبديتي تحسي بداك الشيء ديال الغربة، تبقيتي تسنعي ومتى يجيو لي فاكونسي باش تدخلي للبلاد. وا ما كاين ما احسن من البلاد، ولكن راك عارف خصني نخدم ونعاون ماما وخلات ما دارت على قلبي. وداك الشيء علاش انا باغي نعاونك؟ حيت الصراحة ديالك والطريقة ديال التفكير ديالك عجبتني بزاف. وكان شي واحدة أخرى كون ردات عليا لا بابا مات، ماما وبابا طلقوا، وتبقى تعاود لي داك الشيء الكثير. لا ما كاينش علاش نكذبوا. بابا هرب علينا تاهي مزيانه ياك؟ ما بياش. اش نسولك اسي سعيد، كيفاش تمشيتي للخارج؟ انا القصه ديالي طويله شويه هودا. تعاود ليا زعما الا ما عندكش شي مشكل. انا بحالك ما كنعرفش با امي، كبرت في خيريه ملي درت 18 عام قالوا لا الباب الحباب لاحونا للبحر وقالوا لنا عوموا. ومورا 18 عام شنو درتي؟ ما خليت ما درت، درت بزاف الحوايج خايبين غير باش نقدر نعيش. وفين سكنتي؟ شنو درتي؟ ما خليت ما درت، ما خليت فين سكنت، تبت في الزناقي. وكيفاش وصلتي للخارج؟ أول فرصة جاتني ركبت فرموك ديال مطيشة، لصقت حدا الموتور بقيت مكمش لقيت راسي لهيه تما. ويلي، وما خفتيش الله يحفظ توقع عليك شي حاجة؟ والله هذيك اللي في حياتي غيخاف من شي حاجة، داكشي اللي داز عليا راه علمني بزاف.
انا بغيتي انا فهمت كيفاش بديت كنعاود ليك وكنسرسب في الكلام. كون هاني سي سعيد هضرتك في بير راك عارف ليكي ماشي مهم، المهم انني ارتاحيت ملي عاودت لك. شو بغيتي تعرف مازال كثر على اللي عندي قلتو لك؟ لا مازال ما عرفتش كلشي. شحال في عمرك؟ فين ساكنه؟ شحال عندك ديال خوتك؟ بشويه بشويه خويا، الموت اللي كتجي دقه واحده، الناس كيتعرفوا بشويه. على الاقل صيفطي لي طافوت فين نشوفك بعدا. ايوا واقيلا انستا ديالي عامر بلي فوطو، غتكون شفتيني قبل ما دير معايا اولا. ولا ماشي بحال الا صيفطتي لي التصويره راه غنحس بها سبيسيالمون ليا. لا انا ما عنديش لي فوطو سبيسيال. واخا عرفتي اش غادي ديرو، انا غنصور عليك ابيل فيديو مزيان. لا 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 صدقتي زوينه من صوتك. ياك ما خليتك انت اللي بغيتي. كنضحك معاك تبارك الله زوينه، ولكن بنتي لي كئيبه شويه مالك؟ غير حيت بابا مات هاد السيمو داكشي علاش. شوي ديزولي الله يرحمه، ولكن هاد البلان ديال ما عندك لا صحاب لا صحابات ما تخش ليا دماغي. والله ما كنكذب عليك ما عندي صحابات، كنبقى طول طون كنصاب بوحدي ولا شاد تليفوني. وياك كاو ولا عندك واحد لامي دابا؟ مرحبا، اصلا انت دخلتني دخله صحيحه ما عرفتش كيفاش وليت كنعاود لك. اللهم ان كان سحرا فابطله. امين. سينو شنو كدير انت؟ ومن غير القهوه ومن بعد اسيدي غادي نمشيو انا وياك، ممكن غير السفر ديك تشوف شي بلايصه عمرك ما شتيهم. بلاتي بلاتي مولا بلاتي مولا، خلي هادي. كيفاش هاد القضيه غادي نكتب انا شركه في سميت مراتي؟ علاش؟ علاش بدلت فيك الهضره؟ بدل فيك اللون هذا الموضوع نحطوه ما نهضروش فيه. منى اشنو؟ شنو نحطوه؟ بديتي الموضوع خصك تكمليه، ما قلتي للشركه الا موراها شي حاجه شنو؟ الحاجه اللي غتعصبك ما عندي انا ما ندير بها، صحتك هي الاولى عندي. هاد صافي صحتي ما عندك ما ديري بها، ديك تهمني انا بوحدي. دابا بديتي كملي. واخ شنو؟ عيب شويه، انا شديت البلان وفكرت فيه ودرستو كاع البلايص. انت كاسم دري الصيري سميه متبوعه ياك، حنا غنقبطو المسؤوليه القانونيه ونحطوها على غيتا باش شي نهار قبضتي الكريدي اللي نورمالمون من حقك تاخدو ونكبرو المشاريع ولاو بزاف ديال الفلوس ما يفيقش شي واحد يكون عينه لك هذا. واش فهمتيني؟ انا كتبت لها هي الشركه في سميتها انا، واش ما غادي يبقى ليا؟ انت غيبقاو ليك الفلوس وهي غتبقى ليها المسؤوليه القانونيه وحده تهنينا. ما تخلينيش نقول مع راسي ما جالساش قدامي اون بيغسون اسي انتيليجونت سيل تو بلي. انا كنعرفك مزيان وانا هاد البنكي هذا قبل ما يمشي قلت ليه الدوسي غادي يكون عنده غدا في 8 الصباح، غادي ندير له دابا؟ هذاك لو بونكي غضربوا عليا انا، انا نهضر معاه ونقول ليه عافاك عطيني شويه ديال الوقت يتسنى ونتوندو دوي معاها وتقنعها وتولي الشركه في سميتها. انت كتب لك غير تسال غادي نمشي غادي نقول ليها غادي نكتب لك انا شركه في سميتك تقول لي واخا غادي ندير لها. دريس غتمشي انت وغدير راسك انت اللي اقتنعتي حبيبه ديالي ما فاهمش سي با، ديك الساعه انت غتعرف تهضر معاها شويه ديال الحب شويه ديال الرومانسيه. انا فكرت كبرت ودرت عقلي وبغيت نولي انا اللي انا خدام عندك وبغيت نرد لك شويه ديال الاعتبار اون طونك ما فام اون طونك فام وبغيت نكتب لك شركه في سميتك. صعيب هادشي؟ لا ما صعيبش صعيبش سهل. لا غد لي نمشي لعندها ونقول لها هاكي حبيبتي وهاد الهضره اللي قلتي كامله سمي لي هاد الوريقه هادي غادي نمشي ناخذ كريدي. ادريس الله يهديك راه ما غدير حتى شي حاجه فيها العيب، راه سي تخي نورمال ملي كتكون عندك واحد الشركه غتخليها واقفه جامده ما غاديش تحركها. ملي غتبغي تحركها ولا تبغي تاخذ كريدي راه مو الشركه اوتوماتيكمون هو اللي خصو يسني. علاش انت ما عارفش هادشي؟ غيتا براسها ما عارفاش هادشي. لا 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 ايوا على دماغ هذاك الله. عندي واحد الصار انا كيهرس الحجر، درت انا شنو درت في حياتي؟ درت حاجه زوينه باش تلاقيت بك انت. ما قدرتش نعرف انا شنو درتي في حياتك.
هاتحيك هادي وهاتشوف هادو هاتيك هاتر عندي دابا غادي تقولي لي اشنو بغيتي امري انا الملكات ديالي كلهم نعطيهم لك عافاك بغيت نبقى براحتي بغيت دماغي يرتاح شوية اشنو بغيتي نكتب لك شي حاجة في سميتك واش تي باسي تيا معلمة صافي شدات شنو راه شي غادي نمشي نقول لغيتا كيفاش شدات كتريني فيا هشيك فوالا دونك انا اللي علمتك هادشي كامل اسيدي تبارك الله عليك نو جو بونس كو شاده مزيان سيدي انت شتي الدار الى عجبتك زعم شويه وهما يصبروا شويه وقضيو الغاره لا الدار ما عندي ما نقول تبارك الله غير هو الثمن قاصح شويه والله سيدي هذاك هو الثمن باش شريناه وانت كتشوف الوقت راه داز والملك زعما كيطلع وانا ما زدت عليكم والو الملكه لالا راه مره طالع مره نازل وغدا ما عرفتش شنو يكون عندك الحق الشريف راه الملك مره طالع مره نازل ولكن واخا تشوفو كاك دويرتنا راه ما ساخينش بها وانت كتشوف هاد الدويره نقيه ومشمشه الشمس راه كتدخل النهار كله وهانت حتى الحيوط راه ما فيهمش كاع ريحه البروده لا في الحقيقه راه ما عندي ما نقول الدار نقيه تبارك الله ربي يخليك واش تي راه تاجوره والله ما غتلقى فيها شي مشكل فوق منك الحاج الحسين البوليسي وحداك الاستاذه هي حدانا الله يعمرها دار زعما ما كاينينش المشاكل كاع المهم نتشاور مع ماني الدار واش ما كنجاوبكم الا بغات مولا الدار تجي تشوف مرحبا بها لا لا خطيك الشريفه لا لا خطيك بيني الناس الله يعمرها دار لالا عيشه مرا طيبه الله يعمر ليها الدار هي وخواتاتها والزوج ديالها الله يرحمه حتى هو راه كان صديق ديالي الطيب الله يرحمه اي والله يرحم ويرحم كافه الناس اجمعين امين المهم نخليكم دابا وباش ما كان غنعاود نرجع سلام سيدي الله يعاون لنا يلا سيدي شوف الشريف عندك زقل الدار راه الدار مليحه وياك ما عندي ما نقولها سير ورجع سير ورجع بالزربه بالخف حد باب وسير سير سيدي ويدي الله مرحبا 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 الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا نستشر معكم إلى جات على خاطرك شنو رأيكم نقصوا لي واحد مليون ولا جوج ونتوكلوا على الله شنو نقول لك والله ما عرفت
شوف الشريف الى عجبه الدار مليون ناقص جوج المليون ناقصه ماشي مشكل، اكثر من هادشي ما غنبيعوش. ايوا صافي الله يسخرك ان شاء الله. الله يسخرك ربي يخليك. شكرا ان شاء الله. ان شاء الله غادي يكون على خير ان شاء الله. سيدي بارك الله فيك. واعر والله ما كره تنفق عليا هادشي حتى انا نحل مشاكلي ونخلص الكريديات ونتهنى. شوفي اختي كاع ما تهزي ملي تقالت دابا ربي صوب. يا ربي ما سخاتش عليا برازيز حتى انا انا دوزنا معاك حاجه زينه. هادشي اللي قلتي ولكن مادام منى كيبان لي صعيب. لا إذا بان لك صعيبة ترجع للور ونشوف أنا واحد آخر اللي غادي يتكلف. لا ماشي غادي نكش على الباب بالك نقول صعيب خصو شوية ديال العاقة. عمرك خدمتي معايا وما ربحتيش بزاف؟ إوا بيه ليا دخل لعندي هي الأولى. مزيان من غير الفلوس بغيت حاجة أخرى. شنو هي الحاجة أخرى؟ كيما بغيتي نزوجك ما طلعناش هو ماشي دابا بغيت الماتي عندي الغرض به. ونور كتموت على الدراما بزاف عالي في حياتك جو بونس ملي كنبغيو ننتقمو ماشي حنا ماشي بهاد الطريقة. وكيفاش؟ كنخدمو شوية ديال العقل إلا ودا لك حياة أنت غدوز ليا بلاصة واحدة أخرى كاع كاغيمون. سيب تبلي حاولي تسكتي لأنه صوت كدرني في الودنين. وما تنسيش عافاك ملي تسالي الماكلة ديالك غسلي معاك تكون معاه. نسيت ما نقول لك عرفتي البلاصة الوحيدة اللي كتجي معاك شناهي هي الكوزينة. الكوزينة ماشي عيب وماشي حرام. المرة اللي كتدخل الكوزينة كطيب الماكله لراجلها كتوجد ليه ما ياكل ما كتفصلش في جواجها ماشي بحال وحده في الاخر كتبقى كتضرب بوحدها بحال شي مسطيه. انت قلتيها كتوجد الماكله لراجلها ماشي لسيادها. حتى انا لقيتيني وجدت هاد الشهيوه لراجلي العزيز مهدي. نو ما في خبركش نسيت تزوجنا. كيفاش كتعجبيني؟ باش كتحلمي وانتي فايقة. لا حبيبتي علي انا كنحلم غير ملي كنكون ناعسة حدا راجلي العزيز. البارح مشينا عند العدول وتزوجنا على سنة الله ورسوله. داكشي علاش حبيبتي علي من هنا الفوق خاصك تحترمي راسك وتحترميني معاك حيت انا عندي الحق في هاد الدار. لا انا اكثر منك حيت عندي جوج الحق ديال راجلي والحق ديال البيبي اللي في كرشي. ودابا سمح لي والله ما عندي الوقت راجلي مسكين كيموت بالجوع باش نطلع ليه ما ياكل. العصرة خليك بردي به والدواء ملي كيدرك راسك راه الفوق. باش تدخل عندها عاد لو سيرفور اللي حنا كنعرفو ومن بعد تخرج شي واحد بوكو العاقة بوكو فلوس ما نعرفوكش. هاد الزمان تقبية شحال ما زوقتي شحال ما تبيع كثر.
سيدي راك ما تنهرش مع راسك. لا بومبا عندك تفركع فيك نشوفك تمسك. مبغيتيش نقول لهم شي حاجه ما تخلصي هاد الدار بسيكليخ. سامع أمي نعم بنتي كارثة وقع. مالو شو وقع عاوتاني مهدي؟ مالو مش هذا اليد في اليد وجوج ديك الخدامة ديال الحياة أمي راه كنهضر معاك شنو غنديرو دابا؟ كيفاش شنو بغيتك دير؟ بغيتك تجري عليها ودابا واش ولات خدامة الدوبا تقول لي انا بنت صايري انا احسن منك في الدار؟ لا 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 تكرمتوها مشاكلك تحل غير بالعقل ديما كنقول لك فين بالك تبان لك شي موجة سيري ما سينو غادي تغرق والله حنا فين باش ليك؟ لا كيف والو حنا خصنا نبينو المهدي هادشي اللي كيدير فيه عادي ما تنسايش المهدي باقي دري صغير وهادي اللي في يديه لعبه الا جيت نحيدها ليه باغ فوق الدري غادي يبقى يبكي شنو غادي ندير نخليه يلعب بها غتطلع ليه في راسو بهاد الوقت غادي يلوح وعلاش ما نديرو؟ نسكتو نربعو يدينا؟ اهم حاجه انت ما تقولي لماماك والو غادي نتعاملو مع هادشي بحال ما كاين حتى شي مشكل جوبونس ما نقدر ندير هادشي لا غادي تقدري ديريه عيدة هادشي اللي كنقول لك غادي ديريه تفهمنا فحال هاد المشاكل الصغيرة هادي كنعرف كيفاش نخرج راسي منها ما تخافيش تيقي فيا اصبرك وجدت لك داكشي اللي كيعجبك واه بارك يعني دابا من الخدمة راه جاي هضر هنا زيد تاكل واخا هي اللي ما تعاودش بلاتي بابا تعيط شنو بغا؟ أنا عارفة شنو بغا كيفاش عارفة شنو بغا؟ دو معاك شي حاجة؟ ما دو معايا حتى شي حاجة قبيلة كنت معايا هيدا في الكوزينة خاصها تقول لي شي هضرة ما عجبتنيش عصبتني وقلت لها على زواجنا ما غاديش نجاوبو خرج جاوبو مهدي لا لا ما فيهاش اللي جاوبو مهدي خرج جاوبو راه باباك هذاك راه جات ناقصه شويه جاوب وي بابا فينك ولدي انا في بيتي علاش واخا نقدر نشوفك انا عارفك شنو بغيتي يا بابا شوف انا عارف مزيان شنو كندير بابا عارفك يخليك بعيد انا بغيتك في حاجه اخرى وما تخافش ما كان حتى مشكل نقدروا نخرجوا انا وياك خرجوا واخا واخا صاحب انا لابس حوايج انا دابا نعطيك فهمت والو فهمت دوا معايا مزيان امتي كملك الحاجه باباك هذاك انت كل شويه ياك شرب الدواء ديالك وهبط شوف غنتعاود ليه كلشي صافي بلاش واش بغيتي نبقاو بحال هكا مزوجين ومخبيين شوف دوي معاه واشرح ليه كلشي غير بشويه والله صافي فهمك انا متاكده صافي ما تستفكي يا ولدي شنو ناوي تبقى دير فاش كيفاش فاش فهاد الشيء انا من اول شنو كيحسب لك راسك انت مازال دري صغير راك كبرتي هزي 6 شهور ولا 7 شهور غادي يولي عندك ان بيبي الزواج يحسب لك سهل الزواج راه مسؤوليه
واش انت قدها؟ دابا انت كتفكر ليا ياك، دابا انت بصح كتفكر المستقبل ديالي. انا كنت عليك اولدي في الاول ما كنتش باغيت لك هاد البنت هذيك، بغيت لك شي بنت من الناس، بنت عائله تكون مساهمنا. بس دابا شنو غادي ندير؟ قاعد الله وحده ما الحياه بابا، حتى هي بنت الناس، واللي مهم هو انها كتبغيني بصح وانا كنبغيها بصح. عندك الحق، دابا ما انا ما عندي ما ندير. كتب عليك اللي قدر نديرها ولدي هو نتايا معاك، الله يسهل عليك. ايوا حس بيا، انا ما عندي حتى شي حد في الدنيا، اللي عندي هو انت وليد واحد اللي كنكسب، ضروري نخاف عليه. هذاك الوليد ولا البنيه اللي غادي تزاد غادي تخلينا الفرحه لهاد الدار. اسمح لي بزاف، ما كانش خاصني نمشي ندير لاكط وما نديكش معايا. ماشي مهم، عرفتي شنو دابا؟ انا فرحان. مش عرفتي علاش فرحان؟ علاش؟ حيت قدامي راجل غلطي وصلحتي الغلط ديالك في بلاصه. انت دابا تستاهل تكون ولد الزايري. شكرا بابا، شكرا على فرحتي. انا شكرا ديالي هو تشوف شنو غادي دير انت في حياتك. شنو بغيت دير دابا؟ بغيتي تقرا؟ انا نعاونك سلف باش تخدم ترجع ليا. ما بغيتيش تقرا سيدي، باغي تخدم اجي دوز عندي ستاج، تبين لي راسك قد رسمك. بابا يكون خير ان شاء الله. شنو هو؟ انا نفكر ونقول لك. بابا يكون خير. بابا الله يخليك عليا. نوصيك واحد الوصيه، مامك انت ما تقول لها والو. ما يمكنش، الا سولتني راه ضروري نقول لك. تسنط اش غادي نقول لك؟ انت ما تقول لي على الزواج ولا الولاد. خليني انا غادي نعرف كيفاش نقولها لها. عطيني سمانه ولا جوج صافي، ما بقيناش قادين على المصائب في هاد الدار ولدي. عينا كل حال يا بابا، واخا كل حال. دير الصمت ديالك. ايوا سيدي، الله يجعلها زياده في الرزق، لا للبيع ولا للشراء. انا لا ها واحد 3 مليون تسويق. بسم الله الله يكثر خيرك. تواصل، راه عندي في المحل، بغيتي نجيب لك شي توصيل بهم. الله لا لا عيشه، واش حنايا الله غادي نتعرفوا؟ راه انا الضامن بيناتكم، والضامن هو الله. الله يكثر خيرك. والمهم الله يسخر. شوف يا الشريفه، ملي نمشيو عند النوطير راه غنكمل لك فليشاتك وتسلمي لي الشويرطه ديولي. شكون هو وفين كاين؟ شوفي انا غادي نعيط لك ونديك حتى عنده، انا عارفه فين كاين، غير كوني هانيه. واخا، غير الا جات على خاطرك عندي لك شي طلب. قولي يا لاله قولي. بغيت عافاك ما نعطيكش الدار منين تكاتبوا عند النوطير، نعطيك السويرتات حتى لراس الشهر. اختي الصغيره غادي يجيو فيها شي ناس يطلبوها، وما بغيتهمش يجيو ولقاو الروينه والرحيل. ايوا لا واه لاله، ماشي هادشي اللي تفاهمنا عليه. انا غنكمل لك فليساتك ونخلي لك واحد يومين ولا 3 ايام بمجمعتي حويجاتك وسلمي لي سويرتاتي. ما فيها باس الحاج، راس الشهر ما بقى ليه والو، وكاينه مناسبه والمناسبه شرط او لا. ما خليتي لي ما نكون. الله يكثر خيرك. ما كاين حتى مشكله الشريفه. الله يسخر. الله خذ خذ تفضل. بارك الله فيك. مهدي؟ نعم. عمدرا شنو؟ كيف شنو؟ صافي وليتي مدام مهدي الصايري اوفيسيال بالرضا ديال بابا. كيفاش ما كعايلك انت شي حاجه؟ لا بالعكس، عجبو الحال بغا يعاوني. والله ما متيقه، كيفاش بالدراري ديالو بزربه بحال هكا؟ انت ما تزعفيش بابا، بابا راه ظريف، غير ماما تبقى تعمر ليه راسو. من ديما ملي كنت وانا صغير هو ديما تيحن فيا، كاع ملي كنت كندير شي زبلاكت كنمشي عندو كيصوفريني. خلي نكذب عليه مره مره. والله ما قد متيقه. لا خاصك تيقي. قال لي راه غادي يجي يطلب منك السماحه. قال لي غادي يجي يطلب منك السماحه دير بصح.
سيدريس صايري شخصيا غيجي يطلب مني سماها انا. لا بصح قال كي سمحي لي بزاف داك النهار كان معصب باش علاش غوت عليك وقلت لك ديك الهضره. اوكي عطاك الفلوس قال لي راه ما مرتك دابا تكون كتوحم باش تقدر تشري شي حاجه بصح. كيفاش بصح صرفقني راني وقيله كنحلم. صرفك كاين شي واحد يصرفك مراته زعما ما ديريش. والله لا مالك شنو؟ اش في اخبارك فحال اللي كنشوفك اول مره؟ علاش؟ بغيت غير نسولك واش الناس كتكبر وانت هي كتصغاري؟ واش كتضحك عليا؟ انا وجهي كلو عمرتك مش انت كتقول لي كتصغاري؟ لا دخلنا عليك بالله دابا نسولك واش كتشوفي وجهك في المرايا؟ عافاك شوفي هاد الزين اللي عطاني الله هاد الضحيكه وهاد الطوبيشه هادي. دريس نقول شنو باغي مني؟ حرام عليك تقول لي شنو بغيت؟ انا جايب لك كادو. كادو؟ شنو هي المناسبة؟ هل ضروري تكون المناسبة؟ أنا غير كنحل عيني نشوفك أنت حدايا خصني نعمر الدنيا كادويات. وشنو هاد الكادو؟ فكرت عيت شنو نجيب شنو نجيب شي حاجة اللي تستاهلي قلت أحسن ما عندي داكشي اللي كنملك فكرت عيت قلت غادي نعطيك الشريكة هي الأولى بعدا. دريس واش كتهضر بالمعقول شنو كتقول؟ وعلاش؟ شنو هي المناسبة؟ علاش ضروري تكون مناسبة؟ أنا بغيت نعطيك الشريكة شو شحال وأنا عايشة أنا وياك شحال وحنا مزوجين شحال وأنتي معذبة معايا وصابرة على العبال ديالي فكرت تعيط الموت والحياة في الدنيا قلت قبل ما نمشي نعطيك هذيك الشريكة أنا بغيت نخدم عندك بغيت قلبي يرتاح عافاك. دريس راه ما بيناتناش راه ديالك ديالي وديالي ديالك. أنت قلتيها ما بيناتناش صافي خليني نفرح شوية عافاك راه نحس براسي خدام عندك هذيك هي الفرحة وما فيها عافاك ديري لي خاطري. جئتيني ولكن اش غنقول أنا هادشي ديال البيع ما كنفهمش فيه وما كنفهمش هادشي ديال البيع والشراء إلا كنتي غادي تقابل مرحبا. أنا داكشي اللي بغيت أنا نضرب التمارة وأنت تبقاي في حالك قري لي غير الكتب والفلوس كدير تك 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 كتنزل عليك شنو بغيتي؟ نبي قبل الهدية مرحبا اش غنقول مرحبا. صلى الله عليه وسلم داكشي اللي بغيتها الحبيبة غدا إن شاء الله مع 8 الصباح خير غنفيقو غادي نمشيو عند النوطيغ أنت غادي غير تسني صافي متفقين؟ إيوا متفقين إن شاء الله. الله يخليك لي يا حبيبتي. والله يخليك لي حتى انت. منتك يا ربي وشكرتك. مشات دويرتي اختي. وعيشة ما تقوليش هادشي ان شاء الله تدويرتك الجديدة غتفرحي بها ان شاء الله متفرحي بنيتك. فين وشك؟ خلعتيني ها هو. ملي جيت خلعتي انا اللي تخلعت. انا اللي تصوري كون مشى. بسم الله الرحمن الرحيم اختي ما هو فالنا. ربي قولي لي قسمتي عرفتي شنو غديري به؟ راه مقسم راسو الا خلصت كريدياتي كلهم راه ما غيبقى لي والو. قال لي واحد 38 مليون جوج مليون غنديرها تحت مني والباقي غنمشي نشري به الدويره. احسن حاجه اختي انك غديري دويرتك انا تنقول لك الله يحفظك من الكريدي. بصح صعيبه اختي الكريدي ولا كان عند الواحد النفس راه صعيبه عليه ماشي بحال هذوك اللي كتلقايهم عامرين كريديات وناسين وشخرهم كيتسمع من الباب. صعب الله. عيشه قلتي لنا دارك بعتي الدار. ما بغيتش اختي نخسر عليها المناسبه ديالها خليها فرحانه. وعيشه ولا سقط الخبار وغضبت واش غنقول لك الا قلتها لها تمشي تاخذ شي كريدي وتصدقت هي داخله في المشاكل انا بغيتها تمشي لدارها وهي هانيه. عندك الحق الله يسهل عليها والله يثبت لها الخرص. امين. الله يرحمك عزيزي الطيب. عيش عيش
حاجه يا اخيتي يا حبيبه ديالي. تصور انا وياك تصويره الاخره في الدار. ضحك ضحك مضحك. اما ما سيل تبلي والله ما عندي المغال باش انا نمشي معك شي حضور. ويصير انت فيك الكفايه. وعرفتي بعدا شحال عندي ديال الخدمه؟ راني من الصباح وانا يا في البيغو. يلا بغيت نخرج نشرب شي حاجه ونرجع. ماما نعيط لك شويه دابا. بيزو. جو بغيت نهضر معاك. واش اختي انت هي دايره هكا ما عندك نفس؟ اتبقي غير تابعاني. خرجي من حياتي. انا هاد لا سيتواسيون ما غانش با. انا وياك خدامين في نفس البلاصه وما يبقى بيناتنا السلام. هي الا مشيتي في حالك من هنايا وفرتي على راسك وعليا بزاف د المشاكل. انا ما فهمتش علاش كتعاملي بحال هكذا. انا ما درت لك والو. ما درتي ليا والو. غير غدرتيني وديتي ليا حاجتي صافي. عادل ما عمرو ما كان ديالك. انت اللي كنتي كتبغيه. عادل ديالي ومازال ديالي. مهم انا جيت غير باش نقول لك انا وعادل سي سيريو وغيجي يخطبني ان شاء الله. شنو دابا بغيتي نقول لك مبروك؟ لا كنتسنى شويه لي مبروك. انا غير بغيتك تعرفيها من عندي وبغيت نكون معك ترانسبارونت. سي ترو تاغ حبيبه. ولا كان بصح جاي لداركم زربي عليا وديري لاكت حيت ما نخليكش تفرحي به. وي ماما صافي نجي معك. انا في الطريق. صافي سيدي. واخا لا شكرا غير زيدني واحد الكلت الكعبه ويكون بحال ديال ديك المره. لعبا خليها حتى العشيه دوز ليها المدام ولا صيفط ليها شي واحد في الدراري حيت البنات يلاه خدامين. واخا واخا ما كاين مشكل. 140 درهم. 140 درهم. بسم الله. جواد راه واحد صاشيه للسيد. ياك تهليتي بعدا. هو ضروري كون ما تهليناش فيك ما غاديش عندنا مره اخرى. كاينه الله يعطيك الخير. ربي يخليك سيدي. بسم الله. مرحبا بك سيدي. صحكم سيدي مبروك العواشر. الله يكبر بك سيدي. الله يكبر بك. الله جواد سير جيب واحد الكيلو ديال القرقع من عند يدار. لا ما غاديش نمشي عند يدار. وعلاش حنيني؟ حيت يدار كيبيع لنا القرقع غامل. راه كيجيك غامل انت. انت قول لي باغي ندلع انا ترى السويق نجيك حتى نص نهار. سير جيب لي كيلو ديال القرقع من عند يدار وجي اخويا جيب المنظفات وكرم لي هاد البحر توصل. شتي اختي كتوصيني ياك ما غاتلحش ولا ما في خباريش. لا حنين ما غادا لطبلاصه انا مشغوله. راش قال لي اليوم جواد ما باغاش ندابز. ويلي ياك ما غادا تخطبي عاوتاني. واش حنين كتولول مالها؟ لا راه غير خرجت ليا وصافي ما كاين والو. اش انا اللي غنتخطب؟ وشكون؟ اختي نادا. ايوا الحمد لله. ايوا الله يجعل كلشي مبارك ومسعود وعقبال عندك تانتيا ان شاء الله اختي حنان. ان شاء الله. واش تا دابا هذيك الهضره الزينه ماشي ويلي. لا قسما بالله الا ما راني خايف عليك حنان. علاش خاف عليا ونش انا دريه صغيره؟ وماشي على قضيه انت دريه صغيره عارفك انت راكي شاربه عقلك ولكن انت راه خاصك شي واحد اللي يكون معقول وولد الناس وخصك تكوني كتعرفي امو وخصو يكون كيجيب لك قرقاع واخا من عندي الدر ماشي مشكل. شكون ما عرفتك كضحك كون خرجت لك هذا الميزان فوق راسك. وراه ما كنضحكش. جواب سير حنين يجيب لي كيلو ديال القرقاع من عند يدار ولا غنتقرقع عليك. يلا زيدها سير الجو سير وليدي الله يرضي عليك. راه حد الساعه باقي انا دايره بحساب ميتك قايتي لي حتى من الحساب نزيدك في الليسته. خصنا نعيط لعيشة. الو جواد شوف ديك الكوموند اللي صوبت غتهزها دابا تدي عيشة انا جايه عندها في الطريق. بغيتك تسبقني سمعتي ما تعطلش نراك كنعرفك كتسلكع. اسمح لي يا سيدي. سمعتيني اش قلت لك؟ دابا انا غادا في الطريق. يلا الله يرضي عليك سربي راسك دغيا. حنان فين هاد الشخص؟ توحشتكم عرفتي توحشتكم بزاف.
صافا الحمد لله توا صافا الحمد لله شنو كدير والو جوليان ويلي واش هادي وقت القرايه صافي ساليتي كلشي وي كلشي مزيان يلاه هذا بشويه جيت من عند كوافور هادشي كامل وانت في كوافور لا الوقت لقيت اللي قلت لك انا غادي عيطات لي ماما دزت عندها ومشينا عطيتي من بوتيك البوتيك ما خلات ما شرات لك قالت لي لا لا انا دابا ما يمكنش نمشيو عندها بيدينا خاويين لا 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 نمشيو بيدينا خاويين غير تلقينا ايوا سبعاتي بما بين ميخ وهي كتحمق عليك غير مالي نور شفت شي اربعه لا حاجه ما عمرت لي علي بغات تشري لك كلشي اي أيوة والله يدولها محبه يا ربي امين ما نقولش ليك هدرت معايا جوعه مزيان بردات شويه ما بردات ما والو سيده كتحلف وتعاود كتقولي والله تنديه ليك حلفات كاع والله العادي قالت لي الا ما ضربتيش معها لاكت اليوم والله لا خليتو ليك الجوا واعره والله تواعر عطاتك نصيحه ذهبيه ايوا سكت ورا نديرها ديال بصح الشهود موجودين عدو الحال ساهل دغيا نقرقب عليك ايوا ديري انا عجبتني الفكره قرقبي عليا ونشدو اول طياره نمشيو انا لك شي بلاصه ما فيهاش البشر كاع ايوا بركه من الاحلام خلينا نهضروا في الصراحه شكون غادي يكون ماما وعايده وعمي سي سور مي مهدي جو سي با ايوا داكوغ ان شاء الله مرحبا بكم يبارك فيك كاع فكرتيني بغيت نقول لك قولي خواتاتك بلا ما تمام بلا ما يبرسطوا راسهم راه غادي نجيو غير نتعرف انا الصراحه والله ما عارفه اكزاكتومون شنو دايرين كنشوفهم فرحانين كيمشيو ويجيو ايوا صافي اون فيغا اونصومبل ان شاء الله ايوا داكوغ مهم انا لقيتيني قربت حدا الكوافور حتى من بعد نتهضروا صافي يلا بصحتك باي باي تشاو تشاو اش كديري هي كمالك اختي ها هي اللي مقبله حنا نزتو فيها راه هي اختي عايشه حشمه عليك انت غتسكتي ليا القلب ياك انا اللي صوتها كيجاوك هاد الكيسان مالهم زوينين جاوني بحال بلديين ايوا اختي حنا بلديين على انت باغا تشربي عباد الله اتاي في كيسان ديال الطوس وراك عارفه اختك ناده ايوا مالها اختك ناده شدي حطي الكيسان راه زوينين على الشيطان نعرف كبي كبش كبس ديال اتاي سيري جيبي دوك الكيسان اللي مولفين كنشربو فيهم خلي هادو مزيانين تيجيو الناس ياك عايشه اختي انا وجهي عوجه القديم مشي انا نشرب في القديم وعزيتي فيا كاس جديد نشرب فيه كويس ديال اتاي وصافي حنان ما تزيديش فيه لا اختي سمحوا لي هادشي غير يكفي زعما يا عيشه انا على الشيطان هاد الخير كامل راه يوكل 30 ديال الخلق ايوا شتي خصنا نطعموا الناس حشومه ما نديرولهمش الماكله دا عيشه اختي عم شويه عليك اختك قالت لك ما ديروش الماكله الناس جايين غير يتعرفوا علينا ويدوا معانا ويدوا حنا وياهم في الحتيت ونتعارفوا ملي يكون ان شاء الله ضريب الصداق ديك الساعه لا لا عاد غادي نطيبوا اليوم غادي عاد تعارفوا ولي 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 مالك طباصل طباصل وسريبتات فينا هما شويه عليك اختي عيشه غطيحي لي النقطه غير بشويه طباصل وسريبتات الصغار والمعالق الصغار ستفتهم اختي في الطاوله اسمحي لي صافي لي معليش الشيطان عاش تاني صافي كلشي مزيان ياك شوفي تبارك الله وصلى عني انا في حياتي ما درت بحال هاد الحلوه ما نكذبش عليك شوفي ها تبارك الله التمر اختي الناس راه كيعمروها باللوز حنا عمرناه بالقرقاع ماشي قرقاعه كل تمره فيها ثلاثه القرقاعات حطها انت اختي وهاد غريبه حبيبتي هاد غريبه هادي اللي مصوبه هاد الرويده ديال الرموك في حياتي ما درت انا بحال هاد غريبه ويلي مالك ما تبقى بلاصتك ها هي سمحي لي انت والطبيبه ها هي بغيت شي حاجه اخرى لا بغيت حتى شي حاجه خليها لك عيشه خليها لك عيشه صافي صافي اختي ديري فيها اللي بغيتي حنان حنان سير يا بنتي الله يعطيك من ويت في خاطرك امين امين الله يدور طرقك يا بنتي الله يفرحك الله ينقي طرقك من الشوك الله يبعدك على ولاد الحرام امين اشرف امين